بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في 628 هجرية، هذا كله قبل زوال دولة الموحدين، في ليون عاصمة النصارى الشمالية، تولى فراندا الثالث عرش أبيها ألفونسو التاسع. وكانت دول النصارى في ذلك الوقت ثلاث دول، في الأندلس للنصارى ثلاث دول: دولة تسمى قشتالة في شمال الأندلس ووسط الأندلس، ودولة أخرى تسمى أراغون وليون وعاصمتها ليون، ودولة ثالثة في الغرب تسمى البرتغال. البرتغال ظلت هي البرتغال التي نعرفها إلى اليوم، أما قشتالة وأراغون فتوحدتا فيما يسمى اليوم أسبانيا. فهذا أصل أسبانيا وهذا أصل البرتغال. واستمر فراندا الثالث بعدما ورث عرش أبيه في استمراره في حرب إفناء المسلمين. ثم كما ذكرنا سقطت قرطبة في عام 633 هجرية ولم يسندهم ابن هود. ثم مات ابن هود عام 635 هجرية. فاستغل محمد الأول ابن الأحمر، استغل وفاة ابن هود. الآن هذه المناطق المرية ومرسية وغيرها من هذه المناطق ما في أحد يحكمها، ما في أحد يحكمها، والموحدين أضعف من أن يسيطروا. فأسس محمد ابن الأحمر دولته في غرناطة عام 635 هجرية، وبها تبدأ مملكة غرناطة فعليا. أما رسميا فما بدأت إلا بعد زوال الموحدين، وهذا وذلك فيما بعد. لكن في الحقيقة أن مملكة غرناطة تأسست عام 635 هجرية، والموحدون ليس لهم من الأمر شيء. فعلا في 26 رمضان 635 هجرية جاء الناس وبايعوا محمد الأول ابن الأحمر على إمارة غرناطة، وانضمت إليه عدة مدن أخرى، فكان يحكم ثلاث مدن رئيسية وما يتبعها من مقاطعات. يحكم غرناطة وهي عاصمته في الوسط، ويحكم المرية وهي المدينة البحرية الميناء البحري العسكري في الشرق، ومالقة في الجنوب جنوب غرناطة. فثلاث مناطق وكلها في أقصى جنوب الأندلس على البحر الأبيض المتوسط قريب من جبل طارق. في عام 636 هجرية سقطت بولونسيا بعد صراع مرير ذكرناه سابقا، ثم روينا لكم كيف سقطت أشبيليا في عام 646 هجري. واستمر الأمر، النصارى هدأت أمورهم قليلا، أوقفوا هجومهم، والموحدين في أقصى حالات ضعفهم، وزال ملكهم، وابن الأحمر ما زال في تأسيسه لدولته. وفي عام 650 هجرية مات فراندا الثالث، وتولى من بعده ابنه ألفونسو العاشر. الآن ما بقي للمسلمين إلا هذه المناطق في أقصى الجنوب، أما باقي المناطق ففي يد النصارى، والنصارى أبقوا على بعض المسلمين في هذه المناطق، كانوا يسمونهم المدجنين من الدواجن، يعني خنوع وخضوع، ويتحكم فيهم النصارى كما يشاءون. وعند ظهور هذه الفئة، فئة المدجنين، يعني ظهر الذل وظهرت أحوال بائسة للمسلمين هناك. المدجنون بعضهم ما رضي بهذا الذل، وفي عام 652 هجرية تجمع المدجنون عند بولونسيا، فتجمع منهم 30,000 وشكلوا جيشا وثاروا على النصارى وبدأوا يحتلون الحصون. وكانت هذه المناطق تابعة لمنطقة أراغون وليون، ويحكمها ملك اسمه جقوم، فأمر عندها بطرد المدجنين من أرضه، فخرجوا وتركوا أموالهم وأملاكهم تحت الضغط وتوجهوا وقصدوا غرناطة. أما الذين تجمعوا عند بولونسيا فاستمروا بالثورة بسبب الظلم، وأخذوا يتقدمون نحو بولونسيا حتى كادوا أن يستردوها، ووقع الرعب في قلب جقوم وهزع. هو الآن يظن أنهم قضوا على المسلمين، ولم يبق للمسلمين إلا غرناطة، فجاءته الثورة من داخل بلاده. وفعلا استطاعت هذه الثورة أن تفتح الحصون، لكن جقوم حاول أن يقاومها، ومن شدة الغم الذي أصابه، كيف فوجئ من داخل الأندلس من داخل بلاده يثور المدجنون عليه
ويحاولون السيطرة على بلاده. فكان هذا الغم سببا في وفاته، وتولى ابنه بطرة من بعده، وبطرة هذا كان اكثر سياسة من ابيه، فاخذ يتفاوض مع المسلمين ويمنيهم، حتى استطاع في النهاية ان يعقد هدنة معهم، واعطاهم الوعود والمواثيق، واعطاهم كل ما طلبوه، ورفع عنهم الظلم حتى هدأوا. فلما تفرقوا هاجمهم، فهربوا وانحازوا الى مدينة مونتزيه، فحاصرهم طويلا هناك حتى استسلموا، فنهبهم واسرهم، ثم وزعهم عبيدا على القرى. وانظروا كيف يغدرون ولا امان لهم ولا عهد. وكانت هذه نهاية ثورة المدجنين في بولونسيا. في عام 660 هجرية تطور الامر، النصارى الان تقووا، وقام الفونسو العاشر وتقدم من ليون هي مناطق شمال غرب الاندلس، حتى وصل الى الجنوب، وصل الى غرناطة، وتقدم الفونسو العاشر حتى هاجم، بدأ يهدد غرناطة نفسها. عندها قام ابن الاحمر باعداد جيش للتصدي له، وارسل يطلب من المسلمين في المغرب المدد، فقام جماعة من المجاهدين، في ناس نذروا نفسهم للجهاد، فعبروا مضيق جبل طارق وانضموا الى جيش ابن الاحمر، واستطاعوا ان يسدوا الطريق الى غرناطة، وصدوا هذا الهجوم الذي كان يهدد غرناطة. لكن الفونسو العاشر ما هدأ، وكرر المحاولة على غرناطة في عام 661، واستطاع ابن الاحمر كذلك ان يصده. اذا نحن نتكلم عن دولة صغيرة وتهدد باستمرار من دولة ضخمة جدا في الاندلس، هي دولة النصارى. وظل الضغط من الفونسو العاشر الى ان طلب ابن الاحمر منه الصلح، فوافق الفونسو العاشر على الصلح بشرط ان يتنازل ابن الاحمر عن عدة حصون ومناطق لالفونسو العاشر، وفعلا تم هذا التنازل وتم الصلح وهدأت الامور. وظلت الامور هادئة وصلح بين المسلمين والنصارى. وفي المغرب العربي كانت دولة الموحدين على نهايتها، وفي 668 هجرية اعلن بنو مرين النهاية الرسمية لدولة الموحدين، وقاموا مكانها واحتلوا اراضيها. في عام 671 هجرية جدد الفونسو العاشر هجومه من جديد على غرناطة، ونقض العهد، وكل الصلح والحصون التي اخذها كلها نسيها، والان بدأ يهاجم من جديد. عندها استعان ابن الاحمر بالسلطان المريني، سلطان بني مرين في المغرب، واسمه يعقوب ابن عبد الحق الملقب بالمنصور، يعقوب المنصور. وفعلا استطاع بنو مرين ان يساندوا ابن الاحمر وصدوا الهجوم الذي تقدم به الفونسو. في هذا العام، عام 671 هجرية، مات مؤسس مملكة غرناطة محمد بن الأحمر، وورثه ابنه محمد ابن يوسف بن الأحمر، والملقب بالفقيه. سمي بهذا الاسم لأنه تلقى العلم عند كبار العلماء في الأندلس، وكان صاحب علم وفقه، فكان ملقب بالفقيه. في 673 هجرية لما اشتد الضغط من النصارى استعان بهم الفقيه، وفعلا في ذي الحجة من سنة 673 هجرية عبر جيش من بني مرين حكام المغرب الى الاندلس، وتعداده 5000 رجل، يقود هذا الجيش من دين ابن حاكم المغرب المنصور. ثم انه في صفر بعد شهرين تقريبا من هذا الامر، عبر المنصور بنفسه، عبر الى الاندلس بعدما استطاع ان يهدئ الامور في المغرب، وانضم اليه الفقيه، فانضم الان جيش المغرب مع جيش غرناطة لاجل محاولة ايقاف التهديدات النصرانية المتكررة عليهم. وتقدم الجيشان نحو الشمال، بدأوا من جبل طارق وتوجهوا نحو الشمال، مقتربين من قرطبة عاصمة النصارى في الأندلس. وبدأت غزوة تسمى الغزوة الدو نونوية، سميت بهذا الاسم الغريب نسبة الى حاكم تلك المناطق النصراني والذي قاد جيشهم، واسمه دون نونيو، فسميت الدو نونوية. و
وهي مشهورة في التاريخ الإسلامي بهذا الاسم. قاد جيش المسلمين فيها المنصور حاكم بني مرين، ومعه ابنه يوسف ولي عهده على المقدمة، ومعه جيش من أهل الأندلس بقيادة حاكم الأندلس أو ما بقي منها حاكم مملكة غرناطة محمد بن الأحمر الفقيه. وتقدم دون نونيو في جيش قشتالة من عاصمتهم قرطبة. كان تعداد جيش المسلمين كله جيش المغرب وجيش الأندلس حوالي 10,000 مقاتل، أما الجيش النصراني فكان تعداده 90,000. معركة في منتهى الخطورة. الآن لو استطاع النصارى أن ينتصروا تنتهي مملكة غرناطة، أما لو انتصر المسلمون فهم ينتصرون على أقوى دولة من دول النصارى، دولة قشتالة. والتقى الجيشان في 15 ربيع أول سنة 674 هجرية قرب قرطبة في الغزوة الدوننوية، وكان تعداد النصارى فيها 90,000. غزوة في منتهى الخطورة وفيها مصير الإسلام والمسلمين، والعدد والعدة والعتاد ليس بينهما تتافق على الإطلاق، فكان استعداد الجيش القشتالي ضخما في العدد والعدد، وكان مقبلا على الحرب بقوة وأمل، وعندهم قيادة مجربة مهرت في الحرب وخطط الحرب وما عرفت الهزيمة من قبل، هذا قائدهم لم يهزم أبدا.